فبعيط، فبتقول لي قومي يا ساره في ايه؟ بتعيطي ليه؟ فقلت لها مش عارفه انام، مش عارفه انام، انقلي جنب صحابي. راحت قالت لي طيب تعالي نامي جنب مدام عبير. مدام عبير دي كانت ست برضو متاخده معايا. سارة نزلتوا بقى تحقيقات بعد كده، نزلنا لرئيس المباحث. حصل ايه؟ بيحقق نفس تحقيقه من الدوله، بس هو واضح قصادي على مرمى عيني مفيش اهانه، بس بيبحث عن تاريخ العيله وعيله العيله وتاريخك، وبيسال في كل الاسئله اللي ممكن تتسال. وبعدين أخدتي قعدتي شهرين مش كده؟ بعد شهرين. 9 ايام اتنقلنا لعنبر، عنبر السكن. من عنبر السكن طبعا كان ممنوع الزيارات في الاول، وكان ممنوع ان حاجه تدخل يعني ورا طبليه ورا زياره. ما كانش كان عددنا كبير جدا جدا جدا، كان كل يوم جمعه بيجي ناس. يعني في الشهرين اللي انا قعدتهم كل يوم جمعه بتيجي بنات متاخده من الشارع على قضيه محمد علي، كل يوم جمعه او خميس، مجموعات مجموعات مجموعات، كل يوم جمعه او خميس بالليل او جمعه الصبح. بعدين خرجتي ازاي؟ خرجت، كان كل البنات اللي معايا خرجوا، انا الوحيده اللي اتبقيت من دفعه يوم 20. كنت بطلع في الجلسات بعيط لاهلي، ما شفتهمش ولا مره، كل ده من الشباك بتاع عربيه الترحيلات. اختي جات لي زياره مره مره، امي واخواتي الاثنين واولادي، ودي كانت اصعب حاجه. طبعا. محمد ابني دخل جوه الزنزانة بتاعت الزيارة، وأمي خرجت وهو بيقول لها لا امشي انتي، أنا النهاردة هبات معاها. فهم أقنعوا ولادي إن أنا في مستشفى، وبما إني لابسة أبيض أنا تعبانة وأنا مريضة، وأنا لما هخف يعني أنا هطلع لهم. فضلت على الحال ده. أختي بعدها جات لي، كنت أنا تعبانة جدا 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 جدا، كنت تحت عيني أسود قوي، وكان بدأت يعني بدأ الجسم بقى يشتكي، يعني حتى لو انا ما بشتكيش خلاص الشكل العام بدأ يبان عليه يعني الشكوى. وانا بقول لك القصة يمكن شهرين، وناس كتير تقول لك شهرين يعني ولا حاجة، بس لا انا القصة كلها بقول لك وتخبطي مرة واحدة، وانا دخلت مرة واحدة برجلي الشمال، كان الامر بالنسبة لي جلل يعني مش امر هين. اليوم اللي اعلنت فيه اضرابي وصحيت من النوم وبيحطوا لي الاكل بتاع التعيين، قلت لهم انا مش هقدر. أنت عملتي إضراب عن الطعام؟ عملته مرتين، مره اعلنا عنه وما فيش يومين وقالوا لنا فكوه علشان مش هيتاخد بيه، ولسه ميعادكم كبير على النيابه، لازم تنزلوا النيابه تثبتوه هناك ترجعوا بيه، لان انتوا كنتوا كده كل ده هتضربوا ومحدش حاسس بيكم فممكن تموتوا. المره التانيه دي انا قلت كده يعني، انا بالليل كان عندي جلسه وما طلعتهاش، فخلاص بقى انا قلت لها بصي ما تنول يعني ما تجيبليش تاني تعيين، وانا بعلن اضرابي، ومن بكره لان انا معاد جلستي النهارده اللي انا فضتها هوثق الاضراب ده ويعني هثبته رسمي، وانا خلاص كده شكرا. طبعا النبطشيه قلقت وبدات تحط على دماغي ناس الفتره الاخيره، عشان كنت خايفه ان انا اموت نفسي او اعمل حاجه يعني. بعدها ب10 دقايق لقيت النبطشيه جايه بتقول ساره اخلق سبيل، وقد كان ده من عند ربنا دي. طبعا سخيفه ده. قومي هاتي حاجتك انت ماشيه. صحيت بقى ما بين الزغاريت والاغاني بقى والجو بتاع البنات، الله يفك الكرب يا رب، الله يفك كرب كل الناس يا رب. اخدت اللي خدته ولميت حاجتي اللي انا محتاجاها ونزلت، وكان معايا كام بنت تاني كمان، وخدونا ورحنا على التخشيبة، ومن التخشيبة رحنا على اسم عين شمس، ومن اسم عين شمس كلموا اهلي وتعالوا استلموها. قولي بقى قعدت اخلص اجراءات في
فيشوني طبعا وصوروني واتعاملت معاملة مش سيئة يعني، بس معاملة يعني ما تليقش بحد يعني، ان انت اللي هو انت لو وقفت في اي كمين هتتفتشي وتتبهدلي يعني، اي حد يتعرف عليك هيبهدلك يعني. هم اتعاملوا معانا المعاملة اللي هو خدوا مننا كل حاجة، اللي هو خلاص انت للأسف يعني تحت عينهم مش مجرد حبسة يعني. وجم الحمد لله اهلي وخدوني وروحت الحمد لله وانا ما كانش ليا غير خال الله يرحمه، ده اللي كان بيجري ورايا وانا في المحبوسه، ده اللي كان بيعيني وبيعين امي على الدنيا وكلمني اول ما طلعت، كان مسافر بره القاهره وبيقول لي بيكلم ماما، فانا رديت على تليفون ماما فبيقول لي ايوه يا كريمه انت جبت البيت، فقلت له ايوه يا خالي انا معاك، فبيقول لي يا بنت الايه وحشتيني وحشتيني وجعت قلبي عليكي، انا النهارده بالليل هاجي لك وهعمل لك حفله كبيره قوي. اخر النهار كان خالي وصل القاهره وفي المستشفى وتعالوا شوفوه ده وقع من طوب، ليه كده تاني بس؟ يوم الصبح انا من غير ما اشوفه ولا يشوفني كنا بندفن خالي. الأمر بقى جالي باية في حياتك. الله يخليك، بدأت بعدها بقى أتعب نفسيا جدا وبدأت تجيلي ميول انتحارية طبعا. اللي عانتني وساعدتني ووقفتني كتير كتير وليها فضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كتير، دكتورة سوزان فياض حبيبتي. طبعا طبعا. اه انا جننتها جننتها بجد. هي جميلة. اه ف كلمتني في مره يعني احنا عملنا كام سيشن بالتليفون، كان وقت الكورونا ومفيش مجال ان احنا نتقابل، قالت لي بصي يا ساره انت حالتك بالنسبه لي مش مستقره وانا كل يوم ما بنامش لسببك وبفضل سهرانه عشان اكلمك عشان بخاف تكوني عملتي في نفسك حاجه، ساره تروحي مصحه؟ قلت لها هروح، وحجزتني فيها عشان الميول الانتحاريه اسبوعين. قالت لي انا وعد مني هجي لك زياره بعد كام يوم، جات لي كانت اول مره تشوفني، فوقفوا في الكافيتيريا اول ما لفت وشافتني بتقول ايه ده انت طلعتي سمره وعينك واسعه، ايه ده انا حبيتك انا كنت فاكراكي بيضه وعينك ملونه وبارده. ماشي كلمتها يا سوزان. كانت مستغلساني من كتر ما انا كنت مجنونه فعلا معاه، قالت لي انا هبعتك لمنى حامد. اشتغلت مع دكتوره حامد حبيبتي طبعا، حبيبتي 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 جدا، بس هي شديده شويه شديده شويتين، اصل سوزان دي يعني فريش خالص وجميله خالص. دكتوره منى اه دكتوره بقى يعني خلاص ما فيش دلع، والحمد لله خرجت بعدها وبقت دكتوره منى تخليني اروح لها المكتب العياده، وبقيت اروح، هي اللي شجعتني تقريبا على خطوه جواز الاسلام لان هي عندي اه فعرفتي إسلام فين بقى؟ من طبعا انا لما خرجت لقيت نفسي مشهوره قوي 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 وما اعرفش أيوه. يعني القصد ان الدوائر السياسيه ابتدت ان هي تدخل بقى عليا مظبوط. وتتوسع، هو عرفت وناس كتير من اللي كانوا معايا جوه قابلتهم بره، وصحاب دول صحاب دول صحاب دول صحاب دول، طبعا. واتضح تقريبا الحلقه السياسيه كلهم عارفين بعض حتى لو بالاسامي حتى لو بالشكل. ايوه طبعا. كان في مره اسلام هو صديق عندي عادي مفيش بينا اي كلام يعني، ولا هو بيكلمني ولا انا بكلمه، فمنزل صوره ان هو كان مريض بطنه مفتوحه عامل عمليه كبيره جدا، فدخلت قلت له ازيك يا اسلام عامل ايه الف سلامه عليك، لو في اي حاجه اقدر اقدمها لك انا هقدمها لك، وانتهى الامر على كده، ولا كلمني تاني ولا كلمته تاني ولا اي حاجه. جيت بعدها بحوالي شهرين انا تعبت وجالي نزيف في المعده وكنت بدور على مستشفى تستقبلني في اسكندريه، جه بعدها هو بقى اللي كلمني
قال لي ازيك يا ساره عامله ايه، انا عرفت انك تعبتي وانت عامله ايه دلوقتي. وبدا برضو ايه بيسالني زي ما انا ما سالته عادي، والكلام خلص ايوه. عادي. في التوقيت ده انا كنت بتعالج بالفعل عند دكتوره منى حاجه. فهي في مره بتقول لي انت مش متجوزه ليه؟ انت مطلقه بقالك كام سنه اهو ولسه قاعده. كان عندي ساعتها 23 23 27 ماشيه في 28. فقلت لها والله انا خايفه من ماما. صدفة بقى بحتة خالص، هو اللي كلمني، هو اللي كلمني عشان احنا دايما بنختلف على مين كلم مين. هو اللي كلمني وقال لي ان هو رايح يكشف وان هو تعبان وكان عايز يدور على الجرح. قلت له طيب لما ترجع، قلت له طيب انا لو قدرت اجي معاك الصبح هاجي، لو ما قدرتش ايه نتقابل لما ترجع نشرب مع بعض قهوة وانا راجعة من الشغل. فعلا هو راح الصبح غير على الجرح وراح المستشفى، وبالليل وانا خارجه من الشغل قابلته، وهو على طريق وانا على طريق، وانا بعدي الشارع وهو بيعدي الشارع. انا شايفه واحد حلاوه وشعره اصفر وطويل وقمر وجاي قصادي، بقول يا ايوه. لهوي يا رب ما تحبيه، يا رب ان شاء الله مش هتحبيه. وانا كنت زي القمر طبعا، انا سمر القمر، هم الناس البيضاء دي تحب تكون سمره بالك يعني. فهو كمان بيقول لما قعدت معاها بقول لا يا اسلام دي مش شبهك، اوعى تحبها دي مش شبهك حبيني. جه بعدها بقى الكلام اكتر على الواتساب، فلقيته في مره بيقول لي ساره هو انت مش ناويه تتجوزي، اصلك كبرتي انا اكبر منه بكام سنه. بقول له اصلا اول ما افتكر اصغر مني فبقول يا دي النيله، لا مش هينفع، لا مش هينفع خلاص، لا مش هو مش هو مش هو. فاول ما فبيقول لي ايه انت يا ساره كبرتي ولازم يعني تشوفي نفسك وتشوفي حياتك حتى تجيبي لك عيل يعني. فبقول له على فكره انا عندي 3. ايه؟ فقال لي بجد؟ قلت له انا كنت مطلقه قبل كده. قال لي تتجوزيني؟ سكر. فقلت له انت كده بتلعب، احنا كده بنهزر. فراح قال لي لا 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 بتكلم بجد، انا على فكره عندي اخت مرت بنفس ظروفك، هي مطلقه وهي برضو عندها ولد، و انا قد ايه يعني انا كنت بحب اختي وبزعل عليها لدرجه ان انا كنت اتمنى ما بقاش اخوها عشان انا اقدر اتجوزها، وسبحان الله انت جيتي لي زيها. يا حبيبي كويس، قلت له لا انت كده ربنا متطلقه. يخليكوا لبعض. طيب سارة، انتوا سبتوا او هو على الاقل ساب مصر الاول وبعدين انتي حصلتيه؟ طبعا انتي سايبة ولادك مع والدتك. اسلام احنا للاسف كانت حياتنا الزوجيه في مصر صعبه جدا جدا جدا، كل لان احنا شوية حد فيكو بيتشد. احنا اتجوزنا بعد شهر ونص. بعد شهر ونص من اسلام ما اتجوزني احنا كنا رافضين خالص ان احنا نعلن غير للامهات والاخوات ايوه بس. ايوه من اقدار ربنا انا اصلا اول ما اتجوزت احنا ما كناش ناويين ان احنا نخلف دلوقتي خالص، وكنا واخدين قرار بده خاصه ان احنا لسه كنا ماديا مش مستقرين. بعد شهر من الجواز يشاء القدر ان انا اكتشف ان انا حامل. فقال لي بصي يا ساره انا مش حابب ان انا ما اقولش ان انتي مراتي، انا لازم اعلن في الوسط بتاعنا على الاقل على السوشيال يعني طبعا. ان احنا متجوزين، لان امي وامك واخواتي واخواتك والعائلات قال لك انا مش ما يهمنيش دول، انا يهمني الناس التانية اللي ممكن تشوفك معايا واللي ممكن تقابلنا. فقلت له ماشي، اعلنا بس كده بالكتاب بس، ما اعلناش ان في زفاف او في حمله او في اي حاجه. مسافه ما اعلنا بعدها بيومين اتصلوا بيه، ايوه شدوا يومين عليها. بيه ايوه يومين، قالوا له. وبعدوا له القصه طبعا المشهوره بسبب ان هو اتجوز من غير ما يقول لهم وخدوه. طبعا انا كنت مظبوط. حامل، كنت لسه حامل في الاول، طبعا تعبت جدا 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 جدا، شقيت حقيقي ما بين ولادي واسلام، هم صغيرين وهو في السجن وطلبات السجن وزيارات السجن ومشاوير السجن والمشاوير اللي ولادي محتاجينها للمدرسه او
كله حامل في طفل رابع، وثلاثة مطلعين عيني وبقى قاعدين مع ماما، وام اسلام قالت لي ما تسيبينيش، خليكي قاعده معايا يعني انت منه ونسيني. بقيت اقعد عندها حبه، واروح لماما ولولادي حبه، ويوم الزياره ببقى عندها هي عشان ابقى اقرب للاسم والنيابه. انا اللي كنت بروح وانا اللي كنت بجري، وانا هو طبعا. خرج تقريبا من الشهر الخامس او خمسه ونص يعني كده، اول السادس. خدت كل وجع الحمل وتعب الحمل في السجن بقى، ومشاوير السجن واللي حصل في السجن. طبعا هو خرج، كانت ظروفنا المادية زيرو. خدنا شقة صغيرة، وما كانش عندنا حتى عفش، كان عندنا حاجات بسيطة جدا جدا جدا. بعدها حصلت لنا أزمة مادية أكبر، إن إحنا كان معانا مبلغ، والمبلغ ده كان المفروض إن هو يسد حاجات في بيتنا، وللأسف المبلغ ده وقع من إسلام، كان ماشي على الطريق والمبلغ ده للأسف طار منه. كان يعني هو تعب جدا ساعتها، وانا تعبت جدا، وبدأنا بقى ان احنا نيأس ان مفيش شغل، ولما بيشتغل ما بيستقرش بسبب الامن، مفيش عشان فلوس، طبعا حتى مراقبة، الشقه والبيت والبيت والكينونه مش موجوده. نعم. عشان المراقبة. طبعا بدأت ان انا وهو نتعالج نفسي، مش انا لوحدي تاني، وناخد علاج تاني. كان في كورونا، بقينا نتعب من الكورونا، يعني جات لنا مرتين الكورونا، كان التعب ملازمنا من كل ناحية. في شهر واحد اللي فات، مش اللي فات ده، اللي فات اللي قبله، ربنا كرمنا وخدت شقة في عين شمس جنب ولادي علشان يعيشوا معايا أنا. يعني أنا كنت في شبرا بيجوا معايا، بس هم عايزين يقعدوا مع ماما ومعايا، فاللي هو عايزين يوم هنا ويوم هنا، او يومين هنا ويومين هنا، فتعبت من المشاوير. فقررت ان انا اسيب الشقه في شبرا واخد واحده جنب ماما، بحيث انا يعني احنا ولادي عايشين معايا ومعاها، سواء يروحوا لها او يجوا لها، احنا ساكنين جنب بعض كده كده. ربنا كرمنا وخدنا الشقه، شهر ثلاثه فرشتها وسكنت وعشت وقعدت انا وولادي. اخرنا كان فيها شهر 8، يعني قعدت فيها 5 شهور ونص كده ولا حاجه، 5 شهور وكام يوم، ما لحقتش. 3 سنين جواز، كل اللي عشته مع جوزي وولادي 5 شهور. هو كان اسلام حد هادي جدا، وترتيبه للامور هادي وبطيء، يعني حد بالراحه قوي، يعني مش منفعل ولا مندفع، ولا ما كانش في دماغه فكرة السفر، وما كانش فارق معاه أصلا، وكان ممكن يكمل عمره كله في المتابعة يعني، لحد ما حصل له أمر في المتابعة. هم كانوا عايزين يشغلوه يعني، احنا ملناش بصراحة في الأمور دي بصراحة، يعني أنا اتأذيت فأنا مش هأذي. فلقيته جاي بيقول أنا قالوا لي كذا كذا كذا، وأنا وانا مش ماشي. هعرف. ماشي. بدأ يخلي الأمر في الأول كأن في مشاكل بينا، علشان أنا ما استوعبش يمكن، أو علشان أنا لو اتحطيت تحت ضغط ما بقاش عارفة أنا بقول إيه. قالت لي بصي يا سارة، أنا همشي، وأنتي لو عايزة تقعدي اقعدي، ولو عايزة تيجي معايا تعالي، وأنا مقدر وفاهم إن أنتي معاكي ولاد وابني كمان معاكي، بس أنا مش عايش هنا تاني. فقلت له اسافر واعمل اللي أنت عايز تعمله، وانا لما ربنا يأذن اني اطلع انا هطلع، وانا وعد مني زي ما انا مش هسيب ولادي مش هسيبك، احنا في مركب واحدة، انت وهما بالنسبة لي واحد، يعني مش هقول ده هو جوزي وهبدي عليهم، ومش هقول ده هما ولادي وهبدي عليهم، جوزي وولادي كلهم حتة مني، يعني انا معايا ابني منه اصلا. طبعا. وهو سافر، ويشاء القدر ان انا تحصل مشاكل مع طليقي في الوقت ده. وبعد ما سافر بيومين واخباره مقطوعه وما اعرفش حاجه عنه، وقبل اي حد اصلا ما يحس بيه ولا يعرف ان هو سافر ولا هرب ولا في مصر ولا بره مصر، انا نفسي ما كانش لسه عندي اي اخبار.
كنت نايمة في شقتي ومعايا ولادي، لقيت ماما جاية بتخبط الباب بشكل بشع، فبقول لها في ايه؟ فبتقول لي أمن الدولة جات لك البيت، انت عملتي ايه؟ أمن الدولة جات لك البيت وبيقولوا لي خلي سارة تجيلنا بكرة عشان لو ما جاتش هتزعل وانت كمان هتزعلي. اللي انا عارفه اني مش اسلام، مش اسلام، وبعدين انا اللي عايزني دول بتوع عين شمس، لو اسلام هيبقى بتوع شبر مش بتوع عين شمس. رحت تاني يوم دخلت على الامين، فبقول له انا عايزه اعرف هو انا اللي جابني هنا. قال لي عادي يا ستي بصتي، ادينا سايبينك بقالك 3 سنين نايمه مرتاحه، اتعبي معانا شويه. طلع ايه صار؟ طلع ان والدة طليقي هي اللي مبلغة عني الامين ده، هو صديقهم، هو صديق للعيلة، صاحبهم شخصيا وبيروح عندهم وبيجي عندهم، واستغلت نفوذه. الضابط ما يعرفنيش. بعد اليوم ده ما خلص بيقول لي تعالي لي بكره الضابط عايزك. اروح اكتشف انا كان في التوقيت ده خلاف مع طليقي على المصاريف. طبعا انا مش بواجهه بشكل مباشر لان انا اتجوزت وهو في سكه وانا في سكه وملناش دعوه ببعض، بس هي والدته اتواصلت مع اخت بابايا وقالت لها المصاريف كذا كذا، هم ما بيصرفوش فمش عايزين يصرفوا، ومتمسكين ان هم لو بعتوا مصاريف هيبعتوا مبلغ رمزي. طبعا ده ما يكفيش، وطليقي قال لاهل ابويا برضو على فكره سارة من الإخوان المسلمين وبتتمول، وهحبسها وهقول إن هي بيجي لها تمويلات على حس عيالي. كل الكلام ده أمي خافت تقوله لي عشان ما أعملش مشكلة. بس بعد ما رحت المراقبة دي أول يوم عرفنا إن هم أمه بتقول أنا المشاكل سهلة وبس والجري عليها سهل، بس أنا مش عايزة مشاكل. فعمته بتقول لها طب مشاكل اللي انت عايزه تعمليها؟ قالت لها والله دي واحده كانت محبوسه قبل كده، هبلغ عنها واقول ان هي غير مسؤوله وهقول ان هي لا تصلح لتربيه ولادنا. رجعت من المتابعه دي قلت لماما ده قال لي كذا كذا، اتكلمت مع المحامي بتاعنا، محامي صديق يعني، وهو اللي تابعني في الفتره الاخيره ومن دايرتنا، قال لي هاتي لي اسامي الامنه اللي جولك البيت. فخدتي قرار ان تسافري انت كمان؟ اه طبعا طبعا روحت لميت عفشي كله، طبعا. روحت لميت عفشي ولميت طيب حاجتي وقفلت شقتي والعيال؟ وقفت عند ماما. والعيال؟ في نفس الاسبوع ابوهم خدهم على اساس هيجيب لهم هدوم وكتب ومستلزمات المدرسه قبل المدرسه بيومين. ما جابهمش تاني يا دكتور، ما شفتهمش تاني. عمل ايه بقى بعدها؟ بحوالي بعد ما نزلت المتابعة بعدها بأقل من أسبوع لقيت محضر جاي للبيت، طلع لا ده محضر جاي من المحكمة وإن طليقي رفع عليا قضيتين، عرف إن إسلام سافر. واحدة ضم حضانة أطفال لي لأن أنا ست عليا قضية سياسية وغير آمنة على تربية الأولاد ولا أصلح لتربية الأولاد، مكتوب فيه إن هو قاعد مع أولادي ولا ان افكارهم مختلفه ومضاده للبلد وان انا كده هطلعهم شباب عنيفين ومخربين، فمش عايز يربيهم معايا عشان العيال ما تبصش وتبقى اعداء للدوله. اعمل لي قضيه تاني منع من السفر بالاولاد، حط لي العقده في المنشار. كسب اول قضيه منع من السفر وخد قرار بمنع من السفر، وانا كمان ما اشوفهمش، وانا كمان ليا رؤيه ما اعيش معاهم، وكان طلبوا ان انا حتى لو امي اتحكم لها الحضانه ما ربيهمش، ويبقى متاكد ان هما في شقه وانا في شقه. هو عذاب يعني، هو مش عايز يصرف، فلما احتجيت انه مش عايز يصرف دخلني في كل ده، امن دوله ومحاكم وقضايا. حبيت اكتب عن الكلام ده واتكلمت ان حصل ابتزاز، واتكلمت ان انا سارة والولاد فين دلوقتي؟ أمي كسبت الحضانة، الكلام ده من شهر 9 اللي فات. الحمد الولاد لله. مع ماما، الأم كسبتها وخدتهم من أسبوعين. طب الحمد لله.
وبقالي اسبوعين بكلمهم. قبل ما امشي طبعا انا طبعا احنا كان يعني ماديا ما كانش معانا اي فلوس تساعد على السفر. بعت عفش البيت كله كله، اللي جايبينه جديد واللي جايبينه قديم واللي بالقسط واللي وجمعت يعني اللي يخرجني تذكرة سفر الفيزا وتذكرة السفر اونلاين كده كده يعني. ما اخترتش حتى بلد ان انا تبقى شقة يعني وفيها طلبات للتأشيرة. وطلبت منهم ان انا بس حتى اشوفهم. داخلة في سنة ما شفتهمش، كنت بس عايزة ان انا اسلم عليهم، بس اسلم عليهم. منعوني من كل حاجة، حرموني من كل حاجة. والعيب مش على طريقي، طريقي ده مؤذي وفي ناس كتير جدا مؤذية. العيب على جهة سيادية كبيرة. لما دخلت للضابط بيحقق معايا ما يعرفنيش، ما يعرفش مين اسلام جوزي، ما يعرفش. انا بقول له انا ايه اللي جابني هنا، انا معايا 4 عيال، انا ايه اللي دخلني تاني الاقسام، وايه اللي دخلني تاني ايه ده ايه ده ايه ده، وبتكلم معاه كده. انا ماليش فيه حاجه، انا ماليش في الكلام ده. هي كانت مره وخلصنا، انا ست اتجوزت واستقريت ومش عايزه حاجه تانية من الدنيا. لقيته بيقول لي يمكن انت جيتي يعني احنا جينا مصلحه ليكي، يمكن هو بلغ عنك واحنا عرفناكي، فاحنا لما نعرفك وهو حب يعمل فيكي حاجه احنا اللي نوقف لك. احنا طيب يا عم، على عيني وعلى راسي توصل ان انا اروح متابعه 3 مرات في اسبوع واحد، توصل ان انا اروح كل جمعه وجمعتين وابقى معاهم اصلا على تليفون، توصل ان انا يبقى ليا ميعاد رسمي يوم واحد في الشهر، وسيد الامين ده اللي هو مزقوق عليا اللي هو مبلغين عني ليه قال لي اثرت عليه، انا عايزك اجي هاتي لي صور وتعالي دلوقتي. ما بتصورتش، اتصوري لي بكره وتعالي لي وانا بفطر. هات صورتي، هات صورتي، هاتي لي الصور، هاتي لي رقم بطاقه عمامك، هاتي لي رقم بطاقه خلانك، هاتي لي رقم بطاقه ايه ده ايه ده ايه ده. توصل ان انا ابقى رايحه عنده بياخد بياناتي، البيانات مش كامله، روحي البيت هاتيها وتعالي تاني. الناس كلها تروح في الشهر مره وانا بالتليفون، ساره تعالي تعالي، ساره روحي روحي، ساره اعملي اعملي. مش عيشه. كنت عايزه اقول لهم انا كان نفسي ما مشيش، انا مش مرتاحه هنا، انا مش مرتاحه. بصي ولا بعيد عن اهلي مرتاحه، ولا بعيد عن ولادي مرتاحه، ده رقم واحد. بس انا اصلا حتى لو ولادي معايا وحتى لو انا لو مين معايا انا مش مرتاح فعلا. هي بيتي وعيشتي وفرشتي وبيتي وحياتي ودنيتي. انا اتخلعت من مكاني غصب عني. كل ده بقى ليه؟ من غير اي سبب. انا فعلا ما عملتش حاجه. لساني اتقص، لساني اتقص بعد ما اسلام خرج من السجن. ما بقتش يعني، كنت بخاف انزل لنا صوره سوا. بتكلم في السياسه، ما بتكلمش في السياسه، بهبل وبضحك وبهزر وبعمل كل حاجه عاديه. عادي، انا ام في الاول وفي الاخر. مش هستحمل تاني ان انا اتحبس وان انا ولادي يجوا لي السجن وان انا اسيبهم. والله المره دي خرجت بعد شهرين، انا ما اعرفش المره دي هخرج بعد قد ايه. انا كان نفسي اعيش في بلدي، في شقتي، في الشارع بتاعي، امي واخواتي، العيد، رمضان، المدارس. بزعل، انا مش بشارك ولادي حاجه. بكره لما يكبروا فين ذكرياتي معاهم؟ فين ذكرياتهم معايا؟ نفسي ألبسهم، نفسي أسرح لهم، نفسي أشوفهم، نفسي أروح بيهم المدرسة، نفسي أمارس أمومتي. مش عارفة أمارس أمومتي مع 3 ولاد، أصغر حد فيهم عنده 6 سنين. ليه؟ البلد بفقرها أنا عايزاه، البلد بجهلها أنا عايزاه، بكل شيء سيء أنا عشته في بلدي أنا عايزاها. أنا مش مرتاحة ومش هرتاح. ليه اجبرتونا نمشي؟ ليه خلعتونا من مكاننا؟ ليه؟ ليه انخلعنا خلع؟ طيب جوزي كان يمكن ربنا يكرمه بعدها ويروح اي دوله اجنبيه، وهم عارفين ان ساره دي عندها 3 عيال هم بتوع شبرا، وكانوا متعاطفين معايا ان انا مش عايزين يبهدلوني. ماشي، احنا هنصدق يعني كده، وهم كتر خيرهم هم فعلا ما جوش جنبي وفعلا ما بهدلونيش. خلاص جوزي كان هيسافر
والله كان ربنا هيريد جوزي وانا جايبه منه عيل اوريدي خلاص، انا بقى عندي 4 من ده زي من ده. لما كان اسلام هيحتاجني انا كنت هسافر هزوره زي كل الستات الطبيعيين. احنا عندنا ستات كتير في مصر جوزاتهم بيشتغلوا بره والست بتروح زياره وبترجع تاني. كنت والله هروح اقعد مع جوزي كام شهر وهنا مع عيالي كام شهر، هقضي هنا المدارس هقضي هنا الاجازه وهنعمل موازنه في الامور. لكن انا لما واحد باي حق انا واحد اقول له اصرف على اولادك يبهدلني البهدله دي، بهدلني بهدلني وبهدل امي وبهدل ولادي بهدلنا. محمد ابني انا عيالي جم من اسبوعين محمد بيكلمني بيقول لي انا جيت ما لقيتكيش، انت احبطتيني انا كنت عايزه اشوفك. حمزه بيقول لي انا مش عارف يا ساره انت مشيتي ليه، انت ايه اللي خلاكي تمشي؟ محمد بيقول له لا ما احنا عارفين هي مشيت عشان بلغوا عنها والشرطه جت لها البيت. قلت له ايه ده يا محمد انت عارف؟ قال لي اه طبعا انا عارف. قلت له حبيبي يا محمد خلي الكلام ده محفور علشان بكره لما تكبر تبقى عارف انا سبتك ليه وما تقولش امي سابتني ولا امي مشيت. سارة ده على التليفون ولا جولك بتقولي؟ لا على التليفون ما على قوليش، التليفون. على التليفون. التليفون هما ما قوليش، هما اصلا ما عمل لهم منع من السفر عليا، فانا اصلا ده قضائي غير بقى موضوع امن الدوله ده احنا ما نعرفش اصلا في حاجه غير ان ماديا ما اقدرش اخد فين ده ما شاء الله 3 هيسافروا ازاي اي مرافقين اي وتذاكر وفيز صح. انا كمان غير مستقره يعني احنا كمان هنا يعني احنا قعدنا كمان هنا على المحك يعني ايوه طبعا انت عارفه تركيا كلها ترحيل دلوقتي عارف. واحنا الناس قاعدين كده كده من غير اقامات وربنا ساترنا كده. فيعني انا عملت ايه للامن المصري؟ انا عملت ايه لبتوع عين شمس اللي جم بيتي وجم طلبوني عشان امين شرطه حد يقول له دي كانت محبوسه خدها ربيها. اتقال له كده، اتقال له دي ربيها قارص ودانها. ضابط ما يعرفنيش وامين شرطه يجيب اسم الضابط. ليه؟ استفدت ايه؟ سبت الجمل بما حمل، سبته كله. لو رحت في يوم متاخره يقول لي خلي بالك انت جايه متاخره هنزلك الحجز هعمل لك محضر مش هخرجك. عشان في يوم رحت متاخر مش متاخر، واحد قال تعالوا الساعه 11 والتاني قال تعالوا الساعه 1. فاللي قال تعالوا الساعه 11 اللي رحنا له الساعه 1 فاكرنا مخالفين فبيتخانق معانا. ليه بقى؟ ليه؟ طب لو انتوا امن دوله بتشوف شغلكم باي حق تخلوا امين شرطه عندك يجيب لك اي حد؟ ده البلاغات الكيديه كده بقى كتير بقى كده اللي احنا كنا بنسمعه بقى ودماغنا مش بتقدر تستوعبه. احنا كنا بنستوعبه وكنا بنبقى عارفين انه حقيقي بس احنا عقلنا بيحاول يكذب ان لا مفيش ظلم بالشكل ده، لا في ظلم بالشكل ده. انا بقى قاعده في بيتي في حالي معايا 3 عيال كدحه عليهم كام سنه وانا لوحدي وانا متجوزه في رقبتي ورقبه امي ورقبه جوزي اللي هم شابوهم. وفي الاخر لما اقول لا يا جماعه اصرفوا على اولادكم وانا اللي بربيهم وهم معايا لان انتوا اصلا رافضين تاخدوهم تربوهم ولا تصرفوا عليهم انا يبهدلوني وكله باسم الامن الدوله وكله باسم اللي عليكي قضيه وكله باسم ان انا اخوانيه. قال انا اخوانيه اغبيه حتى قضيه جوزي ما فيهاش اخوان مسلمين. يعني انا كسبت اصلا بشعري وانا تصنيفي المفروض اللي انا اصلا ما اعرفش تصنيفات وماليش في التصنيفات. التصنيف بتاعي اللي انا اتصنفت بعد القضيه بتاعتي ان انا المفروض تيار مدني حر ماليش في اي حاجه خالص، واحده محبوسه بشعري وعريان وماليش في حاجه. انا اخوان مسلمين الكذب الكذب اي حد يقدر يقول اي حاجه على اي حد عادي. دي اخوان دي بتتمول دي لا تصلح للعيال. اصلا انا اتكلمت معاهم العيال ما اعرفش افكارهم ايه. لا افكار مين؟ حمزه في الوقت ده كان عنده 9 سنين، محمد 8 فرد 5. انا عيالي ما بيتكلموش في حاجه اصلا، يعني اطفال هيتكلموا في ايه؟ يا درس لا يا بيستعبطوا مشوار. طبعا، بيستعبطوا طبعا. وقلعونا وقلعونا بهذا الشكل. بس ما فيش رساله تقدمه، لو في رساله واحده وانا عارفه ان هما ما بيسمعوش
ما بيسمعوش، ما تخرجوناش من بلدنا، ما تمشوناش. انا واحده من كتير قوي ما كنتش عايزه امشي. لو انتوا شايفين في ناس خرجت وربنا كرمها وارتاحت، الحمد لله ربنا منع عنهم الاذى والظلم. انا بقى كان عندي استعداد اقعد وانا حواليا اذى وظلم، بس خلاص انا كنت ماشيه جنب الحيط. فخلاص هي جت كده، وما اعرفش هو، بس هو يعني كله تدبير ربنا. يعني انا متاكده ان هو ربنا مش بيرضى بالظلم، وان شاء الله ان شاء الله لينا رجعه، لينا رجعه. انا ما اعرفش، انا ممكن اضرب كل حياتي بعرض الحائط. انا ما اعرفش، انا ممكن الصبح انهار واتجنن واقرر ان انا ارجع لعيالي. امي تعبانه وست كبيره، وهي اللي بتشيل 3 عيال عندها 60 سنه. امي لو لا قدر الله حصل لها حاجه، هضرب كل حاجه بعرض كل حاجه وهنزل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدني من الاول، واللي حبسني، واللي نزلني على قضيه بهذا الشكل، واللي طلعني للمجتمع السياسي وسيسني وحطني في الدايرة دي، وفي اللي قلع جوزي من بيته ومن شغله وقلعني، وقلعنا كلنا من مكاننا. سارة عبد الناصر، ألف ألف شكر.